هنتكلم المرة دي على النوع الثاني من الحقن في العضو الذكري. احنا كنا المرة فاتت اتكلمنا عن الحقن الموضعي عشان كوسيلة من وسائل علاج ضعف الانتصاب، وبينا قد ايه ان دي طريقة علاج مش مفضلة قوي واحنا مش بنفضلها قوي. هنتكلم النهاردة على النوع الثاني من الحقن في العضو الذكري وهو حقن البلازما. لكن احنا النهاردة عايزين نتكلم على البلازما كنوع من انواع العلاج، وعشان نفرق بينها بس وبين الحقن الموضعي. فالحقيقة البلازما الغنية بالصفائح الدموية والجروس هرمون دي مكون من مكونات الدم. الصفائح الدموية والجروس هرمون ليهم دور مهم جدا في الريجينريشن بتاع الأنسجة أو تجديد الأنسجة، ودي حاجة بيقوم بيها الجسم بصفة مستمرة عشان يصلح أي تلف حصل في الأنسجة نتيجة أي شيء. لقوا ان احنا لو قدرنا ناخد المادة دي نستخلصها من الدم ونركزها ونحقنها مركزة في نسيج معين، هتساعد ان يحصل ريجينريشن او تكوين للانسجة في النسيج ده بمعدل اسرع بكتير من اللي بيحصل في الصورة الطبيعية. يعني اللي ممكن يعمله الجسم في صورة طبيعية في 6 شهور او سنة، احنا ممكن نحققه في صورة اسبوع لو احنا ركزنا المواد دي وحقناها بصورة مركزة في نسيج معين. ومن هنا ظهر دورها في العلاج في خشونة الركبة، دورها في العمود الفقري، في الصلع والشعر، يعني في زراعة الشعر وخلافه. يمكن احنا هنا من اوائل الاماكن في الشرق الاوسط اللي استخدمناها في علاج الضعف الجنسي، لكن الحقيقة هي موجودة على مستوى العالم وابحاث كتير اتعملت عنها، وزي ما اتفقنا هنتكلم على الموضوع ده باستفاضة. بس انا هنا بتكلم على وسيلة علاج، مش الهدف منها ان انا اعمل انتصاب للمريض نتيجة الحقنة، لا، انا هنا بعالج، بصلح أنسجة حصل فيها تلف، بحاول أداوب أنسجة متليفة. فمعظم المرضى اللي بيجوا ياخدوا حقن البلازما بيجي يقول لي أنا حاسس أن الدنيا أحسن، انتصاب أحسن، سمك العضو زاد شوية، العضو رجع لطبيعته اللي كان عليها من 2-3 سنين، استجابتي للعلاج بقت أحسن. أنا كنت باخد مثلا نص قرص فياجرا أو قرص ما بيجيبش نتيجة، دلوقتي لا، بقى بيجيب نتيجة أحسن. فما فيش شك أن حقن البلازما ليه دور فعال في علاج الضعف الجنسي وفي مرض بيروني كمان، وده هنتكلم عليه باستفاضة في حلقة منفصلة. يبقى ده النوع الثاني من الحقن في العضو الذكري. النوع الثالث والأخير اللي عايزين نتكلم عنه المرة دي هو حقن الفيلر في رأس العضو الذكري. ومادة الفيلر اللي هي مادة الهيالورونيك أسيد، ودي مادة بتستخدم برضو في مجالات كتير عشان تعمل بالكينج. بالكينج يعني تزود كثافة أو حجم النسيج اللي بتتحقن فيه. فبتستخدم في حقن الشفايف او في الخدود عند الفتيات، وهي لقوا ان ليها دور لو اتحقنت في الجلانس فينس او راس العضو الذكري، ان هي ليها وظيفتين: بتكبر حجم الراس، الحاجه الثانيه انها بتقلل الاحساس في الراس جزئيا، فده بيفيد لمريض سرعه القصف. يبقى اذا حقن الفيلر في راس العضو الذكري بتفيد في حاجتين: بتكبر حجم الراس وبتاخر القصف شويه، وده الدور بتاعها. عايز بس الصورة تبقى واضحة ان في فرق بين الحقن الموضعي بمادة البابافيرين او البروستاجلاندين عشان اعمل انتصاب، او حقن البلازما، وده الحقن البلازما بتتحقن جوه الجسم الكهفي، ودي بتبقى حاجة اسمها البي ار بي او البليتد ريتش بلازما او البلازما الغنية بالصفائح الدموية والجروس هرمون. في بعض الاحيان بنحط عليها هيالورونيك اسيد في حالات معينة، ودي برضو هنشرحها باستفاضة. النوع الثالث من الحقن ده حقن الفيلر اللي هي مادة الهيالورونيك أسيد، ودي بتتحقن في رأس العضو الذكري عشان نكبر حجمه وعشان نأخر القصف. امتى بنلجأ لكده؟ في مريض بيكون سمك العضو عنده كويس لكن الرأس حجمها صغير، فهنا الحقن دي بتفيده بصورة كبيرة. وفي مريض حابب ان حجم الرأس يبقى ضخم وكبير، وفي مريض بياخد الحقن دي بس عشان سرعة القصف. في كل الأحوال هي ليها دور في ان هي بتكبر حجم الرأس وبتأخر القصف. دول الثلاث انواع الحقن اللي بيتاخدوا في العضو الذكري. ياريت تبقى الفروقات ما بينهم واضحة، عشان بيحصل دايما خلطة ان نقول المريض انت تاخد حقن في العضو الذكري، بيبقى مش عارف هو المقصود انه نوع من انواع الحقن في العضو الذكري. شكرا.